تبدأ الحكومة غداً الإفراج عن مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك. تهدف تلك الخطوة إلى تمكين المصانع المتوقفة من العودة إلى العمل فضلاً عن إتاحة السلع في الأسواق والحفاظ على استقرار الأسعار. أعلنت وزارة الزراعة الإفراج عن 183 ألف طن من الذرة وفول الصويا من الموانئ، وأكدت الوزارة أن الإفراج شمل أيضاً 122 ألف طن من الذرة بقيمة 44 مليون دولار و61 ألف طن من فول الصويا بقيمة 42 مليون دولار، وأيضاً إضافات أعلاف بحوالي 8 ملايين دولار. نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً لمناقشة سبل جذب الاستثمارات القطرية إلى مصر. أشار الرئيس التنفيذي للهيئة المستشار محمد عبد الوهاب خلال لقائه وفد رابطة رجال الأعمال القطريين إلى أن نجاح الشركات القطرية العاملة بمصر واستدامة عملها يمثل عاملاً أساسياً لتحفيز المزيد من الشركات القطرية للاستثمار في مصر. تشارك مصر بمؤتمر ومعرض أبو ظبي الدولي للبترول أديبك 2022 المنعقد بالإمارات، وأكد وزير البترول طارق الملا أن مصر لديها خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 40% بحلول عام 2030، مضيفا أن مصر تتعاون مع شركائها العالميين في مشروعات لخفض الانبعاثات الكربونية من صناعة البترول والغاز، لافتا إلى أن قمة كوب 27 بشرم الشيخ تشهد لأول مرة في تاريخها تخصيص يوم لخفض الكربون. إلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات شهر أكتوبر بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات أجنبية. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 13 مليار و400 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 764 مليار و749 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 11100 نقطة ليرتفع بنسبة 2.45% ويغلق عند مستوى 11302 و70 نقطة. فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 2231 نقطة ليرتفع بنسبة 91% مغلقا عند مستوى 2251 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 3236 نقطة ليرتفع بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 24 جنيه و7 قروش للشراء و24 جنيه و17 قرش للبيع. بالنسبة لسعر اليورو، وصل السعر إلى 23 جنيه و88 قرش للشراء و23 جنيه و99 قرش للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 27 جنيه و75 قرشا للشراء و27 جنيه و87 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي نحو 6 جنيهات و55 قرشا للشراء و6 جنيهات و58 قرشا للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 6 جنيهات و40 قرشا للشراء و6 جنيهات و43 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، اتجهت أسعار الذهب العالمية نحو سابع خسارة شهرية على التوالي لتصل إلى 1642 دولار و55 سنت للأوقية. محليا سجل عيار الذهب 18 نحو 1040 جنيه، بالنسبة لعيار 21 سجل نحو 1215 جنيه وهو الأكثر مبيعا، بالنسبة لعيار 24 سجل نحو 1388 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب، فوصل سعره إلى 9720 جنيه. رفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في المدى المتوسط والأطول، وأشارت أوبك إلى أن استثمارات تبلغ نحو 12 تريليون و100 مليار دولار مطلوبة حتى عام 2045 للوفاء بهذا الطلب، رغم مساعي للتحول لمصادر طاقة نظيفة. وتتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب العالمي إلى نحو 108 ملايين و300 ألف برميل يوميا بحلول عام 2030، و109 ملايين و800 ألف برميل يوميا في 2045، مقارنة مع 108 ملايين و200 ألف برميل يوميا
في عام 2021. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لهبة ويوسف لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.